مشاهدينا الكرام، اهلا بيكم. حلقه جديده من المجله السياحيه. زي ما تعودنا بنكون معاكم على مدار حوالي 50 دقيقه بنتعرف فيها على اهم واخر اخبار السياحه المصريه والعربيه والعالميه، وده من خلال جوله اخبارنا او نشرتنا السياحيه. كمان بنناقش احد اهم القضايا المتعلقه بصناعه السياحه وخاصه في مصر، وده من خلال وقفتنا الحواريه اللي هيكون موضوعها النهارده عن تطوير منطقه الاهرامات الاثريه، وهيكون ضيفنا فيها الاستاذ محمد غريب رئيس الاتحاد العربي للمرشدين السياحيين. اسمحوا لنا في البدايه ان احنا نبدا معاكم باخبارنا السياحيه، واولا العناوين. اللجنه العليا للحج السياحي تؤجل اعلان اسعار البرامج لحين اعلان اسعار خدمات الطوافه المقدمه للحجاج بالمشاعر المقدسه. وزير السياحة يؤكد استقطاب سائحين بنسبة تتجاوز 15% عن المستهدف في الربع الأول من 2017. الاتحاد العربي للمرشدين السياحيين يقول إن اختيار زاهي حواس سفيرا للتراث العالمي سيسهم في تنشيط السياحة لمصر. من العناوين لتفاصيل الاخبار، وهنبتدي مع هذا الخبر المتعلق بالحج وقرارة اللجنه العليا للحج السياحي تاجيل اعلان اسعار برامج الحج لحين انتهاء المؤسسه الاهليه لمطوفي حجاج الدول العربيه من اعلان اسعار خدمات الطوافه المقدمه للحجاج بالمشاعر المقدسه منى وعرفات، ما تسبب في تاجيل مناقشه اسعار الحج السياحي شركات السياحة خلال الاجتماع الثالث للجنة العليا والذي عقد الاثنين الماضي. كانت غرفة شركات السياحة قدمت مقترح تسعير للبرامج للجنة العليا للحج السياحي الأسبوع الماضي. طبعا في اعقاب الاحداث الارهابيه الاخيره، التفجيرات اللي لحقت بكنيستي طنطا والاسكندريه، فرضت حاله الطوارئ لمده 3 اشهر، ولكن الحقيقه هيئه تنشيط السياحه اكدت على ان فرض حاله الطوارئ او اعلانها في البلاد لمده 3 اشهر بيعد شان داخلي، وانه لا يمثل اي قيود على التدفق السياحي لمصر. خلينا نتابع اكثر من التفاصيل في سياق هذا التقرير. فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، تتجه وزارة السياحة في الفترة المقبلة إلى تغيير استراتيجيتها للترويج السياحي لمصر في الخارج من خلال التركيز على الترويج لبعض المقاصد السياحية باسمها. فبحسب مصادر فإن وزارة السياحة سوف تركز في حملاتها المرتقبة على الترويج لمناطق البحر الأحمر ومرسى علم وشرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، متوقعين انطلاق الحملة خلال الأيام المقبلة في كل من إيطاليا وألمانيا. وأكدت المصادر أنه لن يتم اللجوء لمخاطبة العالم لتبرير قرار الطوارئ أو شرح أبعاده في حماية الأمن القومي، مشيرين إلى أن شركة العلاقات العامة الأجنبية المتعاقد معها ضمن الحملة ستعقد قريبا اجتماعا مع وزير السياحة يحيى راشد للاتفاق على التصور النهائي حول كيفية مخاطبة العالم خلال تلك الفترة. وبحسب خبراء فإنهم لا يتوقعون أن تتأثر مصر سياحيا جراء فرض حالة الطوارئ، حيث سبقتها دول أخرى في فرض الطوارئ مثل فرنسا ولم تتأثر الحركة السياحية الوافدة إليها. ويضيف الخبراء أن التركيز الإعلامي على الحوادث الإرهابية التي ضربت الكنيستين المصريتين الأحد الماضي مثلت سلاحا ذا حدين، حيث حصدت مصر تعاطفا غير مسبوق من مختلف دول العالم، بينما خلقت في الوقت نفسه حالة من التحفظ من زيارة البلاد لدى بعض السائحين. يعني هنحاول كمان نتعرف على ردود الافعال حول اعلان حاله الطوارئ او هذه الاحداث الارهابيه من خلال استاذ عادل الحجار وعضو غرفه شركات السياحه اللي هيكون معنا عبر الهاتف. استاذ عادل، اهلا بحضرتك معنا. اهلا بحضرتك. استاذ عادل، يعني الى اي مدى اثرت هذه الاحداث الارهابيه الاخيره او اعلان حاله الطوارئ يعني كاجراءات في اعقاب هذه الاحداث على السياحه الوافده الى مصر في هذه الفتره؟ أولا بالنسبة لموضوع حالة الطوارئ اللي فرض، أولا ده هو يعني لمدة 3 أشهر طبقا للفصول، ثم بحد أقصى كمان
طلب تشرع. من البدري جدا ان احنا نقدر نقول ايه اللي ممكن يحصل. فاحنا مش هنقدر نتكلم عن الموضوع ده نهائي دلوقتي. الو سامعني حضرتك؟ مع حضرتك استاذ عادل اتفضل. فحضرتك دلوقتي من المبكر ان احنا نقدر نتكلم عن الموضوع ده. ولكن انا بس عاوز انوه هنا ان احنا النهارده فرنسا وانا بكلم حضرتك دلوقتي قانون الطوارئ شغال عندها لحد شهر 7 شهر 8 اللي جاي، بمعنى ان هو كان فتره ثم تم تمديد قانون الطوارئ لحضرتك. ده رقم واحد. رقم اثنين، الفتره اللي فاتت ديت او الفتره اللي احنا فيها ديت خلال ما حصل موضوع التفجير اللي مش يعني الحاجه القاسمه اللي حصلت بالنسبه لاخواننا المسيحيين في الكنائس ده، من ستر ربنا ان كانت اوروبا كلها اجازه في ذلك الوقت وما زالت هي اجازه الايستر اجازه الاعياد. ولكن احنا نطمع ان شاء الله ان التاثير هيبقى بسيط. ليه؟ لان احنا النهارده اصبح موضوع لو احنا بنتكلم من اسبوع في اوريدي حصل في ستوكهولم حاجه وقبل كده في المانيا وقبل كده في فرنسا، فالموضوع اصبح لا تختص بمصر فقط. تمام؟ فاصبح دي ظاهره في العالم. في نقطة مهمة جدا ان وجود الحكومة الألمانية مع مصر، خاصة ما كانت زيارة المستشارة الألمانية في مصر وما قامت به من صفقات وعلاقات تجارية واستثمارية في مصر دوت بينعكس على السياحة. فإذا النهاردة ألمانيا كبلد قائدة لأوروبا في الناحية الاقتصادية والناحية السياحية بالنسبة لمصر هي اوريدي متفاهمة موقف مصر، ولولا ان هي شايفة ان مصر في حالة استقرار عام ما كانتش ابتدت تزيد استثماراتها في مصر. النقطة الثانية المهمة جدا ان امريكا الفترة اللي فاتت ديت بتنصح العيال ان هم يزوروا مصر. والحكومة الامريكية متفهمة موقف مصر جدا وهي واقفة معاها في محاربة الارهاب. وهم بيقولوا ان مصر هي الدولة الوحيدة اللي بتحارب وحدها الارهاب. اذا كل دوت نجب علينا ان احنا نستفيد منه ونخرج من المشكلة ديت من المنحة ديت بمنحة. بمعنى ايه؟ يجب علينا الاعلام الخارجي والداخلي، وانا الداخلي ان احنا ما نحاولش في موضوع اكتر من كده، ان الاعلام الخارجي بياخد على الاعلام الداخلي، ده رقم واحد. رقم اثنين، يجب تكون الرساله الموجهه من اعلامنا الخارجي من خلال هيئه تنشيط السياحه بشكل دعايه اللي المفروض تعمل تعمل حاجه للنيوز ليتر الخارجيه الهيئه العامه للاستعلامات، الخطاب الاعلامي الموجه للخارج يجب ان هو يركز على كيفيه تناول الاحداث في مصر، احنا بنعمل ايه؟ ونبتدي خلاص ما نتكلمش على الموضوع دوت ونبتدي نركز على الاستقرار والحاله المستقره عامه في مصر. مش معنى ان حادث ارهابي حصل واحد او اثنين معناه ان في قلائل في مصر، لا ده ما بيحصلش. حصل في باريس، حصل في ستوكهولم، حصل في المانيا، حصل في تركيا وفي يجب علينا ان احنا نستثمر هذا الموضوع ونحط الحقائق بدون تهويل ولا تهويل قدام العالم، والعالم كله يعلم جيدا ايه اللي بيحصل. بس يجب علينا ان احنا ما نتكئ يعني ما يبقاش في عمليه تواكل على ان العالم هيفهم، لا يجب ان تكون في رسالات موجهه للعالم ايه اللي بيحصل وده يشرح ليهم الموضوع دوت فيما يخص الصوره الذهنيه اللي تبقى موجهه على مصر خلال هذه الفتره. يعني اذا موضوع مهم جدا للاعلام في نقل الصوره الصحيحه عن الاعلام الداخلي والخارجي. بمعنى ايه؟ لان في نقطه مهمه جدا ان احنا احيانا بعض الاعلام الداخلي او الصحافه والميديا في مصر بيهولوا من مواضيع جدا فبعض القنوات او الاعلام الخارجي اللي هو بيستهدف مصر اكيد مش عايز خير فبيبتدي ياخد الاعلام بتاعنا اللي هو كبر المواضيع بياخد ريفرنس ليه او الصحف اللي بتقول كلام عفوا يعني بتزود اكتر من اللازم ريفرنس ليه فبينقل يقول لك انا بقول عن اللي انتوا بتقولوه. فلذلك يجب علينا يكون عندنا الحس الوطني ان اي كلمه من اي اعلام داخلي النهارده او اي صحفي او اي صحافه او اي بوابات الكترونيه دي هتاثر على مصر تاثير مصر عامه وليس قطاع السياحه. يجب علينا كلنا ان نتحمل المسؤوليه الوطنيه في ذلك الوقت وفي ذلك الشان. اكيد يعني رساله مهمه حضرتك بتوجهها للاعلام ودوره المهم في هذه المرحله اللي ممكن يعني نستغل انه يؤثر ايجابيا على قطاع السياحه. استاذ عادل الحجار عضو غرفه شركات السياحه بنشكر حضرتك جدا على وجودك معنا. لسه مكملين معاكم مشاهدينا اخبارنا السياحيه وبنروح لمحاولات التنشيط السياحي في هذه الفتره، حيث كشف يحيى راشد وزير السياحه عن ان مصر استقطبت سائحين في الربع الاول من عام 2017 بنسبه اكبر من المستهدف بحوالي 10 الى 15%، وان المعدل اذا استمر عند هذا المستوى سيتم تحقيق العدد الاجمالي المستهدف لاعداد السائحين بحلول نهايه العام. واضاف راشد ان جميع الاهداف
الأهداف التي تم استهدافها تحققت، حيث تم إعادة إطلاق حملات تسويقية في جميع دول العالم، وتنفيذ حملات تسويق إلكتروني، واستغلال مختلف الأحداث الثقافية والرياضية وغيرها للتسويق السياحي. طبعا من المناطق اللي يعني بنحاول ان احنا نهتم بيها سياحيا في هذه الفتره وازاله ما يشوبها من اهمال او قصور محافظه الاسكندريه، حيث اكد دكتور خالد العناني وزير الاثار ان الوزاره ستعمل على وضع جميع الاثار في محافظه الاسكندريه على الخريطه السياحيه. واضاف العناني انه سيتم البدء في شفط المياه من منطقه كوم الشقافه بالاسكندريه، وان هذه العمليه ستتكلف ملايين الجنيهات. ايضا طلبت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب إعطاء أولوية لمشروعات المتحف القومي ومسرح كوم الدكة وقلعة قايتباي والمتحف اليوناني الروماني في عملية تطوير المناطق الأثرية. يعني من الأنماط السياحية المهمة جدا غير التقليدية هي السياحة العلاجية، واللي بتحاول مصر دلوقتي انها تهتم بيها وتعيدها الى خريطة السياحة المصرية مرة اخرى، حيث اكد وزير الصحة والسكان دكتور احمد عماد ان مستشفى القصير المركزي الجديد بمحافظة البحر الاحمر يعد اول مستشفى تابع للدولة في منظومة السياحة العلاجية. جاء ذلك خلال تفقد الوزير يوم الاربعاء الماضي للمستشفى التي تم انشاؤها بالقرب من مدينة الغردقة وبتكلفة بلغت 86 مليون جنيه. وأضاف الوزير أنه تم تجهيز المستشفى وفقا لأحدث المعايير العالمية، حيث ستساهم في علاج السائحين بشكل جيد وبأحدث التجهيزات الطبية. لسه بنتكلم عن السياحة العلاجية والاهتمام بها في هذه الفترة، حيث ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماع للجنة الوزارية الاقتصادية، وتناول الاجتماع العرض المقدم من محافظة القاهرة حول مشروع إعادة إحياء منطقة حلوان كمنتجع عالمي في إطار تنمية السياحة العلاجية في مصر. وبيهدف المشروع إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانيات العلاجية المتوفرة بالمنطقة في صورة مشروع سياحي متكامل بيمثل إضافة قيمة إلى الخريطة السياحية في مصر. ووجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تتولى دراسة تفاصيل المشروع وكيفية تنفيذه بشكل اقتصادي يحقق العائد المطلوب. طبعا احنا عارفين انه بابا الفاتيكان والبابا فرانسيس من المقرر انه يزور مصر في 28 من ابريل الجاري. طبعا هذه الزيارة المهمة جدا واللي بتتجه انظار العالم كله ليها ولمصر اكيد من خلال هذه الزيارة، ومن هنا احنا بنحاول اكيد نستغل ونروج سياحيا لهذه الزيارة، حيث دعا هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة القطاع السياحي الى الترويج لزيارة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان لمصر خلال شهر ابريل الجاري في دول الجوار. ودعوت السائحين بجميع فنادق مصر لحضور قداس البابا فرانسيس. وأشار الدميري إلى أهمية زيارة البابا إلى مصر ودورها السياسي، فضلا عن إمكانية استغلال الزيارة سياحيا نظرا للمكانة العالمية للبابا وإمكانية الترويج لرحلة العائلة المقدسة على هامش الزيارة. لسه بنكمل معاكم اخبارنا وحركه الرحلات السياحيه، حيث تسير شركه مصر للطيران نحو 353 رحله منتظمه واضافيه بين عدد من المدن السياحيه المصريه نظرا للاقبال المتزايد على السفر الى العديد من الوجهات الداخليه، وده خلال اجازات شم نسيم واعياد الربيع. من ناحيه اخرى اجتازت شركه مصر للطيران للصيانه والاعمال الفنيه المراجعات الدوريه للوكاله الاوروبيه لسلامه الطيران على المقر الرئيسي بالقاهرة ومحطتي برج العرب والقاهرة للعام 12 على التوالي. واختيار
زاهي حواس العالم المصري سفير للتراث العالمي بالأمم المتحدة. طبعا خبر بموضوع مهم جدا، وأكيد شخصية مهمة هيكون لها دور كبير في الترويج السياحي لمصر في هذه الفترة. أكد الاتحاد العربي للمرشدين السياحيين أن اختيار العالم المصري دكتور زاهي حواس سفيرا للتراث العالمي بالأمم المتحدة هو تأكيد على قيمته في العالم وقيمة مصر وحضارتها العظيمة. وأعرب الاتحاد العربي عن استعداده للتعاون معه في تنشيط السياحة وعودتها لسابق عصرها باعتباره سفيرا أيضا للسياحة المصرية بأسلوب الشيق في الحديث عن مصر وحضارتها. طبعا مصر غنية في كل محافظاتها بالمناطق السياحية المختلفة، وكل منطقة لها طابع سياحي مميز. بنروح لواحد سيوة التي تشتهر وهي تبعد عن القاهرة بحوالي 830 كيلو متر، وبتشتهر بثرواتها الطبيعية والجزر التي تتفرد بها. وبيحرص زائرو مدينة سيوة على زيارة جزيرة فطناس جمال الطبيعة هناك. خلونا نتعرف أكثر على من خلال هذا التقرير. لحظة غروب الشمس في جزيرة فطناس بواحة سيوة، مشهد مميز يحرص على رؤيته المصريون والأجانب. جزيرة فطناس التي تبعد عن غرب سيوة بحوالي 3 كيلومترات تقع على بحيرة مالحة، وهي مكان مليء بالمناظر الطبيعية الخلابة. فطناس طبعا هي من قديم الأزل جزيرة ممكن عمرها أكثر من 300 سنة، وسميت فطناس اسم جاي من السحر أو الجمال اللي يقولوا اسم أمازيغي. هنا يمكنك مشاهدة الجبال والماء ولحظة الغروب وانعكاسه على لون المياه في آن واحد. عشان الجزيرة ليها دلالة تاريخية كبيرة جدا، موجود هنا عين فطناس اللي بره دي، عمقها 18 متر ودي من أقدم العيون اللي موجودة في كلها. المنظر بصراحة منظر طبيعة جميل جدا، ودايما كنت بقرأ عن سيوة بصراحة، وكان نفسي يعني من أمنيات حياتي أني أجي سيوة وأجي هنا. بصي أنا كنت بسمعك زمان يعني من زمان عن المناظر الموجودة فيها والغروب والمي، هو مكان حلو قوي المديتيشن فضي دماغك، فكان نفسي أجي أشوف الكلام ده بصراحة. المكان على طبيعته، لسه ما فيش تلوث، لسه ما فيش زحمة، مثال الغروب هي منظره جميل قوي. الجزيرة مليئة بالمقاومات الطبيعية، ويؤكد من رأى غيرها أنها واحدة من أفضل الأماكن على مستوى العالم. المكان هنا مختلف، حينما تأتي إلى هنا تشعر بالسلام وتشاهد غروب الشمس، ولا يوجد مكان في العالم مثل جزيرة فطناس. عندما تطأ قدماك في جزيرة الخيال يحيط بك الجمال، تسير لتكون المفردات الجمالية في المكان هي إحدى أدوات جذب الزائرين إليها. أسماء حسن، النيل. أهلا بكم مرة ثانية مشاهدينا، وده معاد وقفتنا الحوارية. طبعا منطقة الأهرامات الأثرية بالجيزة من أهم وأشهر المناطق الأثرية مش بس في مصر ولكن في العالم أجمع، وطبعا بتحتوي على أحد عجائب الدنيا السبع، وفيها الأهرامات الثلاثة وأبو الهول والكثير أيضا من الآثار المحيطة. ولكن هذه المنطقة كانت الحقيقة للأسف بتعاني من سنوات من بعض الفوضى أو العشوائية اللي كان دائما بيشكو منها العاملين في قطاع السياحة، وبينادوا دائما بتطوير هذه المنطقة. بالفعل ده اللي بيتم بحثه وتنفيذه على أرض الواقع الآن، وهو خطة لتطوير منطقة الأهرامات الأثرية. يعني هذه الخطة لها ملامح عديدة، يمكن من أبرزها أنه يكون في استغلال لهذه المنطقة الرائعة في عمل سباقات دولية للخيول، وأيضا رحلات سفاري، وهيتم أيضا تغيير بعض ملامح المنطقة في أنه هيتم نقل الصوت والضوء إلى
ناحية أو مدخل طريق الفيوم، وهيتم إغلاق بعض المداخل المؤدية لهذه المنطقة ويعني استغلالها بشكل آخر. طبعا يعني خطة شاملة لتطوير منطقة الأهرامات الأثرية، هنتعرف أكثر عن هذه الخطة وأهميتها لهذه المنطقة السياحية، وأيضا كيف يمكن الترويج لها في هذه الفترة، مع ضيفنا اللي مشرفنا في الاستوديو الآن الأستاذ محمد غريب رئيس الاتحاد العربي للمرشدين السياحيين. أستاذ محمد أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك، أهلا وسهلا. أهلا أولا يعني نتكلم عن منطقة الأهرامات الأثرية، حضرتك شايف كان أهم المشاكل اللي بتعاني منها إزاي؟ القمامة نمرة واحد، اثنين البقاع الجائرين اللي هم يسمونهم في بعض الأحيان طائفة الخلتية، الدواب اللي موجود مش مقنن ولا في أي تقنين ليه، في مشاكل كتيرة بالنسبة لعدم وجود نظافة، النظام كمان مع الناس المتواجدين داخل الحرم داخل المكان الأثري داخل الهرم، وده أكبر وأفجع وأشهر وأفضل مكان في العالم كله أثري، بس في سلبيات كتيرة جدا. يعني بالنسبة للزبالة أو القمامة أنا آسف جدا، لأن أكبر مقلب زبالة موجود كان بالهرم. أنا كمان طلعت المنصورية وطلعت المريوطية، حيوانات نفيقة كتيرة. هو بالفعل في خطة التطوير دي هيتم ردم هذه الترعة المفروض كان من زمان، وحسن اللي عملوه دلوقتي، واحنا بندعم اي خطوة طالما في الاتجاه الصحيح. وكان المفترض احنا قلنا في 2007-2008 بالنظافة على الهرم، وما قدر على القدرة والله ما قدرناش على طلعة المنصورية، جاي المهربين العرب وقاموا بعض الشركات اللي موجودة ونظفوا، بس رجعوا تاني هذا السلوك، رجعت الناس رمتوا وقذراتوا الى اخره. اما الرد يعني ممكن استغلال منطقة استغلال امسن وتبقى اكتر منطقة مش بس العالمية، في مش بس في الاثار بس، لا ده في 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 ده في حاجات كتيرة جدا جدا جدا. عندك حضرتك من اول الهرم لسقارة ميدود دهشور المربع ده ممكن استغلال في حاجات كتيرة جدا جدا، وكل اثار وصحاري واسعة موجودة وممكن يتبني فيها ويتزرع فيها وكل حاجة، ويتعمل الحاجات اللي ممكن تنمي السياحة وتعمل على توافد السياحين كمان. طيب حضرتك شايف الخطة اللي بالفعل تم إقرارها لتطوير هذه المنطقة أهمية تنفيذها، وحضرتك بتقيم هذه الخطة ازاي؟ أنا شايف إن هي يعني خطوة أو حاجة كويسة جدا على الطريق الصحيح. يعني بيقول إنها هيتعمل كمان مضمار خير، هو موجود. يعني موجود اصلا في عندي خيول وسباقات خيول والى اخره، لا ممكن يتعمل ده حاجه عالميه كبيره جدا في منطقه اللي بين ابو صير وبين الهرم، حاجه كويسه جدا يعني وتجذب دي كمان السياحه، وخاصه من الفروسيه في الناحيه العربيه والسياحه العربيه والسياحه الدوليه، لان في نوع من انواع يعني لما تيجي تعمل السياحه الفروسيه السياحه بتاعت المهرجانات والمؤتمرات والرياضيه من ضمن السياحه الفروسيه ولعبه الفروسيه والعالم كله يبدا فيه، وممكن يتعمل كمان سباق الفروسيه الدولي عالمي كل سنه توقيت محدد يتعمل هنا في المنطقه بتاعت الهرم. ان بالاضافه النظافه دي لازم يعني النظافه والمنطقه، لان الطريق الوحيد اللي بين سقاره وبين الهرم هو الطريق بتاع المنصوريه، ما فيش يعني لا ده يتنضف بقى خلاص، ما حدش فيه يترمي في حاجه تانية خالص، والترعه تتغطى خلاص، في ترعه كده من منطقه كبيره اتغطت في لسه حته تانيه ما اتغطتش. انا شايف تقييم للمكان ده هيبقى كويس جدا، المتحف والحاجات والصوت والضوء لما تروح من ناحيه مدخل الفيوم في مكان كويس جدا، مكان رائع وجميل جدا جدا جدا، بشيء بسيط جدا من التخطيط المنطقه تبقى افضل من كده بكتير جدا، بشيء قليل جدا كمان من الانشاءات البسيطه برضه اللي هتتعمل هناك من ورا كمان من الهرم، من المنطقه اللي حوالين الهرم لا تبقى كويسه جدا جدا وتبقى، وممكن تعمل ممشى كمان سياحي كمان. ده بالفعل يعني من المخطط انه يتم في هذه المنطقه. يعني استاذ محمد اسمح لنا ان احنا نروح لتقرير في بعض التفاصيل عن هذا التطوير ونرجع تاني نكمل كلامنا مع حضرتك. مشاهدينا نتابع التقرير ونرجع تاني.
في إطار خطة تطوير الدولة المصرية لمنطقة الأهرامات، أكد كمال الدالي محافظ الجيزة أنه سيتم تطوير المنطقة الأثرية التي تبدأ من دهشور حتى أبو رواش بشكل كامل لتضاهي أكبر المناطق الأثرية في العالم. وأضاف محافظ الجيزة أنه من المنتظر أن تشمل هذه المنطقة المتحف الكبير الذي سيتم افتتاح المرحلة الأولى منه في مارس من عام 2018، على أن يتم افتتاحه بشكل كامل في عام 2022. وتشمل عملية التطوير إلغاء مدخلي منطقة الأهرام من ناحية أبو الهول ومينا هاوس، على أن يتم نقل مسرح الصوت والضوء بناحية طريق الفيوم، بالإضافة إلى عمل منظومة كاملة للخيالة وأصحاب البازارات والتجار كسوق سياحي، فضلا عن إنشاء نفق بميدان الرماية للتغلب على أزمة المواصلات. ويشرف على عملية تطوير منطقة الأهرامات المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية، ليتم الارتقاء بها حيث تم ردم ترعة المنصورية ويتبقى الرصف الكامل للطريق، وأيضا سيتم ردم ترعة المريوطية. يعني زي ما تابعنا أستاذ محمد، خطة طموحة جدا لتطوير منطقة الأهرامات، يعني تحديدا إيه اللي استوقفك عند هذه الخطة وحضرتك شايف إن فعلا ممكن يكون عنصر جذب سياحي مهم جدا؟ الباعة الجاهزين والبازارات يعني يكون سوق سياحي. لازم تتقنن، لأن هو كمان يعني بيروح لعند السياح كده ويمسكه من هدومه كده ويشده من كتفه كده، وبيبقى في عملية إجبار وعلى عملية بالجاه السياح يعني. لا لا، بيبقى فيه زي جميع أنحاء العالم يعني، أكشاك كده مقننة في أماكن كده، لو السياح عايز يجي لك هيجي لك، مش أنت اللي تروح وتلف وتجري حوالين السياح. اللي استوقفنا هنا بيقول لك إن المحلات والعاديات السياحية اللي بتتباع والبازارات والتحف السياحية لا، هيبقى مقننة وهتبقى لها أماكن محددة ليها. اللي استوقف بالإضافة لحاجة تانية كمان، إن رغم الترعة مش هينفع، مش هو ده اللي لا، ده هو لازم تتغطى من السعر اللي هي بتاعت المنصورية بالذات. المنصورية في جزء كبير جدا من يتغطى، بقى شيء جزء صغير خالص ناحية اللي في الطريق اللي مدي لسقارة. لا يديرنا ان احنا مع الاخص الاعتبار كمان المكانين او الباب من هنا والباب من هنا بتاع من هاوس وبتاع بالهول، لو ده اتقفل وده اتقفل واتفتح بتاع الهول هيعمل في خانقة مرورية، لان اصلا عند هضبة الهرم ده المنطقة اصلا ما تسعش اي حد بيقف، هي اصلا عاديه. الكل هو بيقول دلوقتي ان احنا نعمل نفق، فقالوا ان الموضوع ده بقى يتحل ويحطوا له خطه من الاول، لما نجيش بعد كده زي ما حصل قبل كده في اماكن ثانيه كتيره جدا جدا، الغردقه وشرم الشيخ، ان احنا بعد ما خلصنا نسينا نعمل بنا تحت، نسينا نعمل، فرجع تاني تهد تاني. انا ارجو ان هو يبقى ليها تخطيط مسبق للحاجات، عشان ما تبقاش لها سلبيه ولا اي حاجه نتائج تكون مش ايجابيه في النهايه خالص. لكن كخطة عموما اللي انا كويس، وكخطة يعني حسب اللي احنا قررناه وسمعناه وشفناه، لا حاجة كويسة يعني. لما يكون في الدواب والخيول والعربيات بتلف في وسط السياح كده، لا، والبياع الجائلين اللي شايل شنطة واللي بيجري ورا السياحة، ومفيش حد يعني كمان يعني مفيش وعي يعني، ده كله بيفتكر السلوك يعني، اكيد السلوك السلوكيات. لا، لما يبقى في تطوير في كل الاماكن، يبقى له اماكن محدده وفي هنا ودي هنا، بتبقى في نظام كل حاجه، نظام تبقى تريح الكل وتبقى حاجه كويسه جدا. اكيد. اسمح لنا يعني ان احنا كمان ناخد راي استاذ مجدي سليم وكيل وزاره السياحه السابق ورئيس قطاع السياحه الداخليه سابقا. استاذ مجدي، اهلا بحضرتك معانا. اهلا وسهلا، صباح الخير. وصباح الخير على ضيفك العزيز الاستاذ محمد. اصدقاء يعني. صباح الخير استاذ مجدي. يعني حضرتك متابع كلامنا ان احنا بنتكلم عن تطوير منطقه الاهرامات الاثريه، حضرتك شايف اهميه تطوير هذه المنطقه ازاي؟ طبعا بالقطع طبعا، يعني احنا معلش احنا هنسمي نفسنا غافلين ان احنا يعني استمرينا لغايه دلوقتي من غير تطوير للمنطقه. المنطقه بتحتاج الى تطوير كبير، ما بتحتاج الى تطوير زي ما انا سامع الاستاذ محمد غريب بيقول دلوقتي في حركه السيارات داخل منطقه الهرم، في اماكن الدخول، في استبعاد الناس اللي بيسيئوا للمنطقه اكثر ما بيفيدوها، اللي هم المجموعه الخرافيه اللي بيتكلموا عليها. طبعا بالقطع طبعا
عند البائع اللي موجود هناك والجمال والدواب اللي موجود هناك يجب ان تنظم بشكل كبير قوي. غير موضوع هام جدا وهو يتعلق بان يعني احنا دلوقتي عملنا في الاقصر في الاماكن الحيويه اللي هناك المناطق الاثريه الكبيره خصوصا في البر الغربي مركز حضاري. يعني ليه احنا ما نحاولش نعمل مركز حضاري في الهرم يشرح للسائح الهرم بشكل كبير وبعدين نسيبه ينطلق في الاهرامات الثلاثه ومراكب الشمس اللي وراها؟ ليه ما نعملش تواليتات على مستوى كبير؟ الخرائط الارشاديه اين يعني انا من ضمن الحاجات اللي انا مش حاططها في شكل الهرم عند بوابه الدخول عملوا حاجه زي تقطيصه حديد كده ايا كان ده عاوزين يمنعوا ايه وما يمنعوش ايه، لكن انا شايف ان منظرها لا يتناسب مع هذا الرمز التاريخي الكبير. طبعا منطقه الهرم تحتاج الى تطوير وتطوير جامد قوي. احنا بنتكلم على رمز الحضاره المصريه، بنتكلم على الرمز اللي العالم بحاله يعرف مصر به الاهرامات. فبالقطع طبعا هذه المنطقه تحتاج الى تطوير رهيب، تطوير كبير جدا يتناسب مع عظمه المنطقه ومن اعظم المناطق الاثريه اللي في العالم. اكيد يعني بالقطع طبعا. طيب يعني استاذ مجدي حضرتك تابعت الخطه او ملامح الخطه لتطوير منطقه الاهرامات الاثريه، لاي مدى حضرتك شايف يعني بتقيمها او شايف انها هتحقق بالفعل التطوير وهتنقل وجه المنطقه للوجه الاثري السياحي المطلوب؟ شوفي حضرتك، يعني انا غير متابعتي وغير ان انا موافق ان اي مظهر حضاري يحصل في المنطقه دي انا موافق عليه، بس انا اللي انا بارجو التنفيذ. يعني مش انا بقول ان انا هطور منطقه الهرم وبعدين اخد 10 سنين تاني عشان اطور منطقه الهرم، لا، نمره واحد التنفيذ، نمره اثنين لازم يبقى في خطه اعلاميه، الخطه الاعلاميه دي لا يجب ان تنشر في العالم بحاله، في العالم بحاله خطوه خطوه احنا بنطور الهرم ازاي؟ يعني ان احنا نعمل زي حاجه كده تبقى جاذبه للناس متابعينها، بنطور منطقه واضخم منطقه اثريه في العالم، بنطورها ازاي؟ وبنتقدم ازاي بما يتناسب مع متطلبات سائح وتسهيل الخدمات التي تقدم له في هذه المنطقه؟ فيعني يجب ان يكون هناك خطه سريعه لتطوير المنطقه ويجب ان يعلن عنها في جميع الاوساط السياحيه خصوصا ما بين قطاع الاعمال السياحي في كل الدول اللي بتبعت لنا سياحه ثقافيه زي فرنسا زي المانيا زي الهند زي الصين، كل الدول دي بتحتاج الى زيارات المناطق الاثريه بشكل كبير، فيجب ان يكون هناك اعلان وهم لا يخفى عليهم ان المنطقه محتاجه للابجريد محتاجه للرفع من شانها. فطبعا الاعلان عنها بخطه واضحه اعلاميه في الخارج ده طبعا سوف يؤدي الى تطوير، يعني يؤدي الى تطوير حتى الزيارات الى ايجاد حركه سياحيه للتاريخ بتاعنا وعظمته. أكيد. يعني في النهاية أستاذ مجدي سليم وكيل وزارة السياحة السابق ورئيس قطاع السياحة الداخلية سابقا أيضا، بنشكر حضرتك جدا على هذه الآراء، شكرا. أستاذ محمد نرجع تاني نكمل كلامنا عن هذه المنطقة الأثرية الهامة جدا على مستوى العالم، منطقة الأهرامات. والحقيقة وإحنا كنا بنتابع التقرير عن هذه الخطة لتطوير منطقة الأهرامات كمان كان في إشارة إلى وجود المتحف المصري الكبير في هذه المنطقة، وإنه يعني في نوفمبر القادم هيتم افتتاح المرحلة الأولى لهذا المتحف. زي أيضا نروج سياحيا لهذا الحدث؟ أولاً وجود المتحف جنب الهرم ده إيجابية، حاجة إيجابية كبيرة جدا، يعني الاثنين ينبوا في مكان واحد. الحاجة التانية المدخل من هنا يطلع من هنا يخش من هنا
ده بيبقى علينا احنا كمشيين سياحيين، تبقى البرامج تبقى فيها سيوله ومصر كمان عشان اكمل برنامج اليوم السياحي بتاعي. بس يعني ارجو ان يتم التخطيط للمداخل، مداخل بس اللي في اتوبيسات مقدسه كتيره جدا جدا جدا. لا تتخيلي مثلا يعني في اوقات كتيره جدا بخش ما بين 5 ل 10,000 زائر في المتحف المصري في اليوم الواحد، ومصلهم بده في الهرم في اليوم في في يوم واحد. رئيسين بقى ما بين نقل بساط على اتوبيسات على عربيات كتيره جدا تبقى يعني متداخله، فلازم يكون في يعني مساحه للبارك بتاع السيارات وللمداخل والمخال. ده الطريق المؤدي، لان انا شايف لعندي دلوقتي لازم يكون في تخطيط كويس جدا للطريق المؤدي لمدخل الهرم، لان هيبقى مدخل الهرم بعد كده حضرتك من عند طريق الفيوم، يعني هيبقى قريب من متحف مصر من عند طريق الفيوم. فانا عايز يعني افضل حاجه بالنسبه لنا احنا دلوقتي كمشيين سياحيين زي اللي بيحصل في حتشبسوت وفي وادي الملوك، ان احنا بنجيب الناس في مركز الحضاره زي ما قال الاستاذ مجدي سليم، وبشرح منطقه الهرم كلها، بتاخدوا الطفطف بعد كده بتدخله جوه عند الاهرام، بيلف جوه الاهرامات ويرجع لي تاني، يا اما باجي من عند الهرم يا اما يرجع لي تاني. انا كنت بفضل المنطقه بتاعت نزل السمان دي يبقى ممشى سياحي في كل بلاد الدنيا وكل اماكن في الدنيا. ده بيبقى عباره عن ممشى سياحي كده، كافتريات ومحلات وكل حاجه موجوده، السائح بيتجول فيها ويتنزه فيها ويرجع تاني منطقه ابو الهول. دي المنطقه بتبقى اوبن اريا، بتبقى منطقه مفتوحه كلها، بس عايزه نظام وتخطيط من دلوقتي عشان لما تيجي تتعمل الحاجه تتعمل صح صح للمستقبل ولمده طويله جدا. انت ممكن تتخيلي يا استاذ ان مفيش طوله مياه واحده في الهرم، الهرم بالكامل مفيش طوله مياه واحده. فين لما تيجي في كافتيريا في الاخر خالص عند ابو الهول؟ ده يعني الحياه دي شيء من البديهيات والاساسيات، المفروض يعني في بنيه تحتيه موجوده، المفروض ان احنا يا جماعه يتم التخطيط للحاجات دي كويس جدا. يقول لك لا اصل تاثر على الهواء، لا نجيب عربيات، لا مش عارف ايه، لا خطط بقى واعمل لي بقى المره دي. المره دي مش عايزين ايه يطلع فيه اي سلبيه خالص، يعني من اول نخش، من اول انا كمرشد سياحي من اول اتوبيس معايا الزبائن او معايا المجموعه السياحيه بتاعتي، من اول ما اقطع شباك الدسالة ما يكونش في تكدس، بياخدوا نفس الموضوع نشرح لهم من البدايه خالص ويخشوا الدواب والخيول والبياع الجايين دي كلهم في اماكن محدده. تمام. طيب يعني خطوه التطوير دي من المشاكل اللي ممكن تقابلها منطقه نزله السمان، ويعني مشاكل متعلقه بهذه المنطقه، ازاي يمكن تفادي هذه المشاكل والحفاظ ايضا على الساكنين في نزله السمان؟ اللي لها بعد اجتماعي كمان الناس اللي موجوده دي طول عمرهم، يعني مع الحاجه الثانيه كمان منطقه نزله السمان دي زي منطقه ابو الهوء زي منطقه دلوقتي كان الخليلي بالظبط، كلها محلات وبازارات وعاديات سياحيه وتحف ومعروفه في كل الكتب ومعروفه عند السائحين. احنا نستغل المنطقه دي بما يتلائم مع طبيعه المكان كله، ان تبقى ممشى سياحي كده منطقه زي خان خليلي كلها كده زي خان خليلي، محلات ومطاعم وكافتريات وكل حاجه بالاضافه لعند الهرم، استراحات وحاجات موجوده. يعني احنا ما نستغل في منطقه مترابطه الاطراف اللي هي بعديها بتاعت الفيصل وبتاعت الهرم، لا لا انا بتكلم على ابو الهول السياحي، الشارع نفسه ابو الهول السياحي من المنطقه بتاعت ناس السمان هي عند ميدان ابو الهول نفسه، الميدان ابو الهول نفسه ده يبقى ممشى سياحي، ممنوع دواب، ممنوع استان، ممنوع سيارات، ممنوع ممنوع، ممشى سياحي كده بنمشي فيه نتمشى فيه، السياح ينزلوا يخش المحل ده يطلع المحل ده، يخش كافتيريا ده يطلع من هنا، الدنيا بتعمل كمان رواج، يعني بيشتري من هنا بيشتري من هنا بيشتري من هنا، عكس السياحه اللي بتيجي ايه في شرم الشيخ اللي بيقعد في الفندق وبعد كده بيروح بلده ما بيستفادش منه حاجه خالص، لا السياحه الثقافيه هي اللي بيروح. فمنطقه ناس السمان دي ممكن يستغلها يبقى اكبر مقصد سياحي وعنصر جذب للسياحه، والحاجه الثانيه كمان يبقى يعمل عائد كبير جدا للسياح لصالحنا ولصالح السائحين، وتمشي العمليه في منظومه واحده كلها من اول ما يخش لحد ما يخرج من عند السمان او يرجع تاني بالطفطف اللي عنده الاتوبيس بتاعه، وياخده بيعدي اليوم بتاعه كويس جدا 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 بدون اي مشاكل، بدون اي اعاقات او عراقيل او مضايقات من بعد الايه الثقافه الخارجيه اللي موجوده. طيب يعني بالنسبه لتطوير منطقه الاهرامات الاثريه، يعني التمويل بيقدر من 80 ل 100 مليون. طبعا يعني خزانه الدوله لا تستطيع الان انها توفر هذا المبلغ، ازاي نقدر نتفادى حدوث مشكله في التمويل؟ ده حاجتين اثنين، اولا بنسكو، وبنسكو كده كده بيساهم، يعني بنسكو بيساعد وبيساهم في كل حاجه، طبعا لان اصلا دي مش بعتبر ان هي ملك لمصر، ملك للانسانيه
في اي حاجه من زي اللي عملوا قبل كده في المعابد اللي هي بتاعت ابو سمبل وبتاعت اللي هي خلف السد. نمره 2 شركات كتير جدا جدا جدا. انا اعرف شركات كمان بتحب يعني في شركات تقدمت وقالت انها هتعمل سور حوالين المتحف المصري كله من الفرعونيه بيحكي تاريخ مصر كله من اي تو زد من اول رئيس من اول ملك لعند الرئيس عبد الفتاح السيسي يحكي تاريخ مصر كله. المتحف المصري في التحرير ولا حضرتك تقصد المتحف المصري الكبير؟ والشركه دي مش مقابل حاجه خالص خالص بتحط اسمها بس على الدعايه بتاعتها. الحاجات اللي في شركات كتيره جدا جدا بتقدم سبونسر وبيعمل حاجات زي كده مقابل انه بيبيع كافتريات وبصرف في نظام البوتي في حاجات كتير يعني القطاع الخاص عندنا يساهم في هذا الجبهه بتاعت رجال الاعمال سواء هنا في الجيزه او في شرم الشيخ او في الغداء او 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 او, أو, أو العاملين في مجال القطاع السياحي بعيدا عن صندوق وزاره السياحه بعيدا عن خزانه الدوله. لا احنا كقطاع القطاع اللي موجود في السياحه الشركات اللي بتعمل في القطاع السياحي الشركات اللي بتعمل في مجال الدعايه والاعلان بتعمل حاجات زي كده مقابل في شركات سبونسر كتير يعني في شركات مش عايز اذكر اسماء بس عشان ما يبقاش دعايه بتحاول هي تعمل الحاجات ديت مقابل بس بتحط ايه صورتها واسمها او انه من كذا او كذا زي ما عملوا في الوصل زي ما عملوا في اسوان قبل كده وانتهت العمليه ما دفعتش خزانه الدوله ما تحملتش اي اعباء خالص يعني عادي لان اصل هو بيعود عليه برضه يعني بياخد نسبه يعني اذا كان عمل مجرح محمد وتغيير التاتو بيعود عليه برضه بياخد نسبه وبيعود عليه بيعملوا الدولار بقى ب 22 دولار فهو بتعيد عليه كده كده يعني فمش لازم من خزانه الدوله ده مبلغ قليل 80 مليون ولا 100 مليون جنيه لا ده بيتجابوا في يعني حاجات بسيطه لما بترجع السياحه شهر واحد بيرد الحاجات دي كلها مش شركه ولا اثنين ولا ثلاثه ولا رجل اعمال ولا اثنين ثلاثه ممكن واحد بس هو اللي يشيلها او ممكن شركه واحده اللي تشيلها. طيب ازاي بقى نقدر نروج لهذا التطوير لمنطقه الاهرامات الاثريه يعني سريعا كده انها هتكون منطقه مختلفه تماما عن السلبيات اللي كانت في السابق ازاي نقدر نروج لده في الجذب السياحي؟ بص حضرتك دلوقتي انت عندك الطريق ده اهم حاجه الطريق ده بيقوم به المفترض يعني المطلوب يعني المفروض يعني ان هي شركه اللي كانت بتعملها وزاره السياحه جابها لك انا شايف ان هي مش على قد المستوى المطلوب لكن المكاتب الخارجيه بتاعتنا اللي موجوده بره دي اللي موجوده عليها الدور الاكبر هي اللي بتروج هي اللي بتبحث هي اللي بتقول هي اللي موجوده هناك هي اللي بتعمل العناصر الجذب الجديده هي اللي بتعرف الناس هناك المفروض يعني المفروض هي اللي بتعمل كل حاجه بالنسبه لنا. احنا عندنا اقول لك على حاجه معلش لو تسمحي لي عندنا في السياحه بتدي عائدات اكبر من السياحه الثقافيه معروف ان السياحه الثقافيه دي بتدي عائد اكبر من الشاطئيه احنا عندنا الاثنين دول بس شاطئيه وثقافيه الثقافيه دي الاساسيه اللي احنا بنشتغل فيها اللي بتدي عائد على كل اللي بيشتغل فيها وبتتميز بيها مصر الحقيقه عن باقي دول العالم بتتميز فيها مصر عن بقيه انحاء العالم وبتتميز برضه بحاجات انواع سياحات كتيره جدا لكن مش مستغله كويس السياحه العربيه مستغله مش مستغله بس هي عناصر الجذب موجوده من ايام الاغا خان من زمان عندنا هنا لكن بتدي عائد اكبر بكتير كده تطويرها ما علينا احنا المؤتمر اللي عملناه المفروض انا بناشد الدكتور محمد عارف ده جميل احنا عندنا مرشدين سياحيين اديناهم دوره دلوقتي لكيفيه التعامل مع السياحه مع هذه المواني السياحه عايزين نتعاون مع بعض دلوقتي عشان السياحه العلاجيه ان شاء الله السياحه الثقافيه كذلك نعمل المجدود بتاعنا نعمل الدعايه بتاعتنا الاعلام السياحي المواقع بتاعتنا من خلال اتحاد عرب المشين السياحيين عندنا موقع كبير جدا موجود على العالم كله اسمه arabtourguide.com من خلال مكاتب التنشيط اللي بره المكاتب الخارجيه اللي هي عمل استعلامات كل الوزارات الخارجيه المكاتب الخارجيه اللي مصر الطيران لما بيعمل تطوير صور باسلام ببروشور باي حاجه خالص بتوصل للعالم كله ان التطوير اللي حصل في الهرم ده بقى اصبح حاجه ثانيه كبيره جدا وحاجه كويسه جدا وبنطلع العالم لزيارتها دلوقتي وبتبقى ليها مردود كبير جدا وعائد كويس جدا على السياحه اكيد يعني في النهايه احنا منتظرين بشدة تطوير منطقة الأهرامات الأثرية وإنها تكون بالشكل اللائق اللي يتناسب مع تاريخها وحضارتها ويعني كونها منطقة فريدة في العالم كله. فينا نشكر حضرتك جدا أستاذ محمد غريب رئيس الاتحاد العربي للمرشدين السياحيين شكرا لوجود حضرتك معنا. شكرا فندم شكرا شكرا لكم أيضا مشاهدينا على حسن المتابعة وبعد أسبوع موعد يتجدد والمجلة السياحية إلى اللقاء.